نحنا يلي شفناه ويلي عم نشوفه شعب عم بيعاني من خيبات العمر، من غياب الوجوه، من فقدان الأمل والخذلان. هالشعب ما عم يكبر بس بملامحه، عم يكبر بفقدانه للشغف، بفقدانه للانتظار. وفعلياً وقت بتتشابه الأيام مع السنوات واللحظات بيبطل أي شيء له قيمة. عندما يغلق القلب أبوابه وتفقد الأعين بريقها، ما بيضل للحياة أي قيمة. المعاناة دائمة ومستمرة. شعب جرب كل أنواع الموت، ما عاد في بذاكرته أي شيء بمثل الفرح بصلة. وفعلا بيصير الواحد بيفكر بأيامه، ذكرياته، يعني بهالفترة فعليا مرق شريط حياتنا كله قدامنا، تذكرنا أهم الوجوه والمواقف بهالحياة، وتأكدنا إنه لحظة واحدة بتغير مجرى الحياة كله. بتغير تفكيرنا لكل الأمور، ومنشوف قديش هالحياة فانية. 6/2/2023 هالتاريخ رح يبقى محفور بذاكرة كل سوري للأبد. اليوم في تعاطف وتكاتف من كل الشعب السوري مع بعضه، وأيضاً في رسائل تضامن من نجوم الوطن العربي مع كل المتضررين من هالزلزال. رسائل فيها أصوات عم بتطالب وتقول ارفعوا العقوبات عن سوريا، بكفينا وجع. أول شي بدي أقوله قدر الله وما شاء فعل، ألف رحمة لضحايا الزلزال والشفاء العاجل للمصابين. بوجه رسالة للمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا. سوريا اللي عاشت حرب وظلم على مدى 12 سنة، عشنا فيها لا دواء ولا وقود ولا كهرباء. نحن اليوم عم نعيش أزمة إنسانية، حالات وفاة لا تعد ولا تحصى، والكتير كتير من السوريين تحت أنقاض بيوتهم. السوريين اليوم بحاجة ملحة للمساعدة من معدات لإزالة الأنقاض وأدوية وسيارات إسعاف. نحن اليوم بأمس الحاجة لنرجع شوي لإنسانيتنا ونوقف جنب بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكراً كتير لكل الدول اللي قدمت مساعدات لسوريا بهالمصاب الكبير. أولاً أنا بقدم التعازي، أصدق التعازي للشعب السوري والشعب التركي، وبتمنى أن الغمة دي تروح وربنا يلطف بينا جميعاً. أصدق التعازي ويا رب يبقى اللي جاي خير. أكيد متضامنة جدا مع الشعب السوري والأحداث الصعبة الكتير اللي مر ولا زال بيمر بيها. ربنا معاهم يقويهم يا رب. كل اللي نملكه نحن بندعي لهم من كل قلبنا. نحن اليوم لازم نوقف حد أخوتنا السوريين يلي مارقين بضيقة كتير كبيرة وبزلزال مدمر روح ألوف من البشر وروح ألوف من مساكن وناس مجروحة مصابة. فاليوم هو الوقت أنه نوقف حدهم نتضامن نتكاتف. خيب الإنسانية بغض النظر من أي بلد كان، بغض النظر من أي طائفة كان، بغض النظر من أي لون كان، اليوم الإنسان عم بيطلب مساعدة من إنسان. إذا عن جد في رحمة وإنسانية بقلوبنا لازم نوقف كلنا حد الشعب السوري اليوم ونحضنه بكل ما أوتينا من قوة وعزم، وما نتهاون بالموضوع ولا نستثني حدا. كل شيء راح، البيوت اللي كانت تقوينا وما بنرتاح إلا بالماضي لا يشفينا. كل شيء راح، البيوت اللي كانت تقوينا وما بنرتاح إلا بالماضي.
معك يا ولدي. الله معك يا حبيبي. لا تحكي له عن اللي صار ببلدي.